سليم تبقى حاير تبقى حاير بلا تيفي تبقى حاير تبقى حاير مع سليم تبقى حاير قولوا لي وش راهو صاير مع سليم تبقى حاير يخرج لك بواحد الفكاير تولي تضرب فيه وتعاير حتى الفراش الدار ولو يتخباو الشي والماء في السماء السلام عليكم. ضيفنا الحلقة اليوم هو فوزي طورينو. فوزي جاء للمطعم من أجل لقاء عمل، ولكن دوكي سرالو موقف اللي صح رايح يخليه حاير. على خاطرش راني جاي. حبابنا اللي راكم تشوفوا فينا ابقوا معنا لأنه رايحين يصراو أحداث اللي ما راهيش في الحسبان. صحة صفا لذات. صحة خم. لا ما هاني ندار دائما تجي تشحم العشاء صافا كملها صافا نور نور اكبر شحال شحال تاعك شحال اوركاست على بالي لا بلاي باكس لا 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 عندنا اوركاست نورمال يكون اوركاست داك حاب تجيب الاوركاست تاعك ماشي دي ايه جيبو وي بور موانا دا شون دي بريفيرونس عندو كستيل ايه باش تخدم حاجة ومام اذا تحبو شون نزيد باش نيغوسيو معاهم شي يخدمو مع لي زارتيست لي لا لا افيك لي زارتيست كيما يكون اوركست كيما خلاص خلي نسحق البيانيست تاعي تقدرش كل واحد يتفاهم معاه جو بريفير انا باش نكونو ما يكونوش عندي مشاكل ومن بعد يبداو واش بك كيفاش والو خلاص لي الدواء تاع طبيب شكونك تسنى تسنى فلافل ياخذوك هيك اسنى فلاتي راس ضربك شي الهواء شبي خو غير غير خلاص لي الدواء تاع طبيب خلاص الدواء او كيف خلاص من الدواء لا الدواء هذا يتباع عند فارماسي والله انا راح نمشي له واش قابل يا على بالك احسن على فلاتي راس يخدم معك؟ لا لا استا كوزان يا خويا تحب نطلع ونخرج برا خو خليك انت في خدمتك خلينا انا خدمة معليش اختي ماشي مشكل شوفوا برك السيدة لا لا خويا انتك راه برك قاعد فوزي لا خويا وخلعها خالعني ماما ما كنت رحت تسنى برا بك تخليني اني نخدم والله العظيم راه كوزان تاعك هذا اختي كوزان تاعك تبريفيري الخدمه على صحته وبعدها يا خويا دوكا انا عارف ماشي صحته على بالي صحته مي نعرفوا كيفاش داير سي بوغ سا على بالي واش راني نهضر هكا تجي تبهدي لها في الطابله تجي السيرفر من قبل ويستفهم منا يسدها عشت هكا يسدي دراهم ويدي فيها يا ربي عبال بيرتي بالي واش بيه واش بيه هذا شفتي كاشي تاع ابي هذا لا لا شريك واش دات ردوا زعما ردوا زعما تاع الناس خذ راهي ردوا زعما تاع الناس بلاتي هي احسن نضربك ميك دوكا خويا خويا روح تسقي لي زاجون لا لا خويا روح تسقي لي زاجون روح تسقي لي زاجون واش ديرك دودان على هذا خلاص هذا اللي تلاته هو اللي كيفريها خلاص ماشي عارف واش كاين يرجع الساك مرة مريضة عيب عليك مرة مريضة ريحة واسمك واسمك
لا خلاص انا وراسك فوزي تعيش يا فوزي الله يسترك يا خويا يا خويا تعيش تعيش لا انا وراسك كنت على وجهي صح لا لا ما عرفت فاميلتي وليد خالتي والله العظيم وليد خالتي قسما بالله نحلف خويا يهضر معاك هذا انفيتي تاعي وني دي دي برودكتور هنايا وهذا سي نوتر انفيتي اسمح لي خويا روح لعند هذاك اللي سرق وانا راني شاهده فوزي طورينو صح بقى حاير ولكن ما ضياش كامل الوقت وناض ديريكتومون وقف مع سماح باش يسترجع دراهمه الحمد لله اللي جلقت لك القرعه من يدك كما يقولوا سلام توتي برافو صحه صح
سخن صح فوزي صح الله يرحم فوزي دوكاك مع قناه البيض ان شاء الله تكون برد شويه باش نهضروا شويه دوكا معنا هيك قاعده تخزرنا هنايا داك راك هنا مع قناه البيض واش رايك اول شيء اول مره طيح في كاميرا كاشي ما بريمير فوا سان سكوب لينا واش عارف لينا جاتنيش في راسي زعما طيح عادل عادل شوف ما ملو كان زعما تسي يعني نفيق لك واش يجيك معند عادل كاش كيفا كونفيونس الكونفيونس واش رايك اش بان لك والله غادني عبك مع الاول نض ليه نض ليه قالوا ديك الفارماسيان والله غير بان لي مريض انا غادي نقول لك حاجه فوزي انا مريض عندي ثاني كان عندي لي كاس دي بيليبسي كي كنت صغير داكا قلت بالك شتي غادي والله العظيم غير حسيت لها هكذاك هما هذيك هي ضربك شي نسيت بوم غطس حنا فوزي حنا بينا الجانب الانساني تاع فوزي لونيمانيتي تاع فوزي وبانت بانت حنانتك وبانت الفحوليه تاعك وبارك الله فيك واش نقول ما عنديش واش نزيد لك نقول قناه البلاد تبقي تحاير عطيكم صحه راهم طلعوا لي البركوكس للراس بقيت حاير فوزي والله تلفوها لي الفوالي سورتو هذايا واعر هذايا واش ندير فيه الامان لا كاميرا كتبغي لنا وسمها تبقى حاير تبقى حاير بقيت حاير ولا ما بقيتش تبقى حاير كما شفتوا معنا في حلقة اليوم فوزي تورينو الرد ديالو كان قوي بزاف إلى أن مور ردة الفعل ديالو غاية إنسانية تتمثل في الدفاع عن امرأة محقورة بارك الله فيك خويا فوزي وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم باللي الجزائري جامي يرضى بالظلم وقلبه حار سلام تبقى حاير في البلاد تي في تبقى حاير مع سليم تبقى حاير أو تبقى